السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السابع من شهر رجب للعام 43 بعد 144 الهجرة النبوية على صاحبها أتم الصلاة والتسليم. هذا المجلس سيكون مشتركاً بيني وبينكم، وهو مجلس مدارسة ومجالس العلم على قسمين: مجلس سماع ومجلس مذاكرة ومدارسة. وهذا المجلس سيكون نصفه الأول مجلس سماع، وأما الثاني سيكون مدارسة بين المتكلم والسامعين. وحديث اليوم عن مبحث لطيف من مباحث العلم، وهو مبحث الألغاز العلمية. وهنا مسائل: المسألة الأولى من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم أن يعلم ابتداء، وهذا هو الغالب والأكثر، يبين لهم القرآن الكريم، يبين لهم أحكامه وما يحتاجونه، وكتب السنة مليئة بهذا. وعلى المعلم وطالب العلم والمتكلم أن نستفيد من الأساليب النبوية في إيصال العلم إلى بيوتنا وإلى جيراننا وإلى معارفنا وإلى كل من نقابله. إذن الأسلوب الأول أن يعلم الناس ابتداء. الأسلوب الثاني أن يجيب على سؤال السائل، والإجابات النبوية متنوعة وهي أساليب. الأسلوب الأول أو الثاني حتى يكون العدد متوالياً، أن يجيب السائل على قدر ما سأل. يا رسول الله، يقول الصحابي رضي الله تعالى: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. سؤال وجواب. مسعود قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. جواب على قدر السؤال. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. إذن الأسلوب الثاني أن يكون الجواب على قدر السؤال. الأسلوب الثالث أن يكون الجواب أوسع من السؤال. جاء صحابي ملاح في البحر، أبو عبد الله الملاح أو عبد الله الملاح الشك مني، قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، أفنتوضأ من مائه؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه. أجاب على سؤاله، ثم قال ماذا قال بعدها؟ الحل ميتته، لأن تعم البلوى بمسألة طعام البحر. فأجابه على سؤله وزاد الجواب فيما يحتاجه. الأسلوب الرابع من الإجابات النبوية أن لا يجيب السائل في وقته. كان عليه السلام يتحدث مع أصحابه، فقال أحد الحاضرين: يا رسول الله، متى الساعة؟ فمضى في حديثه ولم يجبه. الراوي من دقة أمانته في النقل قال: فلا أدري، أسمعه وترك جوابه أم لم يسمع. فلما انتهى النبي عليه السلام قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ دل على ماذا؟ على أنه سمعه، لكن لما سأل والحديث في غير مجراه تركه، وهذا من التأديب النبوي. الأسلوب الخامس من الفقه في الجواب النبوي أن يجيب عمليا. جاءه رجل فقال: يا رسول الله،
متى أصلي الصلاة؟ يعني أوقات الصلاة. قال صلي معنا اليوم غد. فصلى في اليوم الأول في أول وقت، وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قال له الوقت بين هذين، فطبق له الجواب فعليا. أيضا من الأساليب النبوية أن يجيب القول مصحوبا بالفعل لتقريب صورة الجواب إلى ذهن السائل. قال عليه السلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة التي، فرسوخ الجواب الفعلي والقولي أشد بقاء في الذهن، أو الجواب القولي المصحوب بالفعل أشد رسخا في الذهن. ولما ذكر ساعة الجمعة قال: وهي آخر العصر أو ما بين العصر والمغرب، وأخذ بيده يقللها، قيل هكذا. أيضا من الإجابات النبوية أو من تنوع الجواب النبوي أسلوب سابع، وهذا اللي سيكون مجلس اليوم، يسميه بعض الأصوليين أسلوب القلب، ليس القلب الحسي، القلب المعنوي، يعني يجعل السائل مسؤولا. وهذا في الغالب يحتاجه المناظر إذا ناظر صاحب شبهات، أو شخص يحتاج في إقناعه إلى أن تجعله يسأل ويجيب حتى يكون أبلغ في إقناعه. جاء شاب كما في الترمذي وغيره، أظن الصحابي جابر رضي الله تعالى عنه، قال الشاب: يا رسول الله إذن لي بالزنا. الجواب: إما نعم أو لا، قطعا لا، لأنه حرام. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد لهذا الشاب جوابا من نوع آخر، قال للشاب: أترضاه لأمك؟ قال: معاذ الله يا رسول الله. أصبح السائل ماذا؟ مسؤولا. قال: لا يا رسول الله. قال: كذلك الناس لا يرضون أمهاتهم. أترضاه لابنتك؟ يقول جابر فيما أذكر: فقال: لعمتك، لخالتك. والجواب واحد. فقال الشاب: ادعو الله لي يا رسول الله. فضرب على بيدي على صدره وقال: اللهم اجعله هاديا مهديا. فيما أذكر قال الراوي: فما رأينا أعبد منه في المدينة. أما في الشبهات فهو من أعظم الوسائل دمغا ودحضا للحجة أو لكلام الباطل. أخرج الحاكم في المستدرك أن حبرا يهودية لما رأى النبي عليه السلام في طريق من طرق المدينة قال: هذا أبو القاسم، كان معه بعض أصحابي يعني اليهودي، لأفحمنه، يقول اليهودي لأصحابه، قالوا: هو دون نفسي يعني، وأقوى من ذلك. فأتى اليهودي وقال: يا محمد. قال: نعم. قال: في كتابكم جنة عرضها السماوات والأرض، أين النار؟ من السائل؟ اليهودي، أليس كذلك؟ من المسؤول؟ الرسول. فكان الجواب النبوي: يا حبر، إذا جاء الليل أين يذهب النهار؟ فقال اليهودي: يفعل الله ما يشاء. فقال: كذلك يفعل الله ما يشاء. هذه نحتاجها في المناظرات. النوع الأخير في إيصال العلم هو أن يطرح النبي عليه السلام سؤالا على الصحابة. قال البخاري رحمه الله في الصحيح: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. وهذا من أبلغ الأساليب لنحت الذهن، أو ما يسميه بعض أهل المنطق التعلم بالقوة. إذا طرح عليك أحد سؤالا أنت في أثناء التفكير تنحت الذهن، العصف الذهني، فإن أجبت بجواب سليم رسخ الجواب، فإن أخطأت فيكون تلقيك النفسي للجواب أشد مما لو قاله كلاما عابرا، أو لو قالك كلاما عابرا. طرح النبي عليه السلام على الصحابة سؤالا: أخبرني عن شجرة مثلها مثل المؤمن لا يسقط ورقها، إلى آخره. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، لكنه
لحيائه وأدبه وسمته ما تجرأ أن يتكلم بمحضر كبار الصحابة رضي الله عنهم. لكن الشاهد للكلام هو طرح السؤال، وهذا الفن العلمي الألغاز. أولاً اللغز تطلقه العرب على شيئين أساسيين، بيتين لدابتين من الدواب، أحد منكم يعرفهما؟ يسمون بيت لدابتين هذا لغز. جحر الضب يسمى عند العرب لغز لأنه يتعب ويخفي مخارجه، وجحر الجربوع أو الربوع كذلك يسمى عند العرب باللغز لأنه يخفي، كذلك اللغز المعنوي خفي الجواب يحتاج إلى إعمال ذهن. وقد ألف أهل العلم في كتبهم في ثناياها، يقول مثل بعض الشراح: وهذه المسألة يلغز بها، هذه المسألة يعايا المعايات من التعب العي في البحث الذهني عن الجواب، وليست وقفا عن الفقهاء بل حتى النحاة لابنه أو الفقهاء. هناك رسالة من الرسائل مقدمة أكاديمية دكتوراه، المسائل التي يعايا بها عند الحنابلة في العبادات، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يكثر في كتبه أو يذكر دائما كثيرا وهذه المسألة يعايا بها، وهي تجعل طالب العلم وعموما الحريص على العلم يفكر ويقلب الإجابات حتى يصل إلى الجواب الصحيح، إما ابتداء من نفسه أو تعليما ممن سأله. قبل ذكر بعض المسائل لكم، هناك ألغاز مستقبحة وهي الألغاز الموهمة في باب العقائد، حتى لو كان قصده سليما ما ينبغي. السبكي في كتابه مبيد النعم معيد النعم ومبيد النقم يقول: يعزر هذا الذي يأتي بأسئلة موهمة في باب اعتقاد. وقد سألت سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن الأسئلة الموهمة، قال: لا ينبغي، ولا ينبغي أن يجعل الإنسان ديدنا له، لا تفيد، لكن من باب التحذير لا مانع. الآن سأطرح عليكم من باب المدارسة العلمية أسئلة ذكرها أهل العلم، وأنا أكون مدارسة مجلس يعني يختلف عن المجالس السابقة. ما تقولون في رجل صلى بجماعة فلما سلمت الجماعة قال أحد المأمومين: هذا الإمام الذي صلى بنا كبر للإحرام بعدنا، صلاة جهرية مثلا، ولم يقرأ الفاتحة، قرأ سورة مباشرة، والصلاة صحيحة ليس عليها غبار، كيف يكون ذلك؟ إمام أنا أقول لكم كلام الفقهاء أطرح عليكم، إمام كبر للإحرام قبل الجماعة ولم يقرأ الفاتحة في صلاة جهرية وصحت صلاته وصلاة المأمومين وليس على صلاتهم أي حرج أو غبار. أنا فقط سأخذ جوابين، إذا أخطأ وأعطيك جواب. لا يا خلاص، لا حتى ما نخل. هذا رجل صليت أنا إمام وخلفي ثلاثة من إخوة، فتذكرت أني لم أتوضأ صلاة المغرب، قد قرأت الفاتحة، واضح يا إخوان؟ وجاء شخص دخل مع الجماعة رابع، فتأخرت وقدمت هذا الرابع، فتقدم وقرأ سورة بعدما قد فاتحة ثم أكمل صلاته، فصح عليه أنه كبر، أنه هذا الإمام اللي جاء متأخر ودخل مع جماعة أنه كبر بعدهم، أليس كذلك؟ واضح؟ ولم يقرأ الفاتحة اكتفاء بقراءة الإمام، واضح جواب يا أخوان؟ طيب، السؤال الثاني والجواب أحيانا يكون الكلام كلام المتكلم
في كلمة أو كلمتين لو أوضحها زاد الإشكال، فأنا سأطرحها كما قال الفقهاء. اسمع ولن أعيد: مكلف صلى صلاة الفجر ثم نام بعد ساعة ساعتين، نام استغرق في النوم ولم يقم إلا بعد صلاة المغرب أو العشاء، فقيل ذهب عليك الظهر، قيل هذا المكلف، والعصر والمغرب والعشاء، فقال لن أقضي الصلاة ولو قضيتها فأنا آثم وحرام علي، وكلامه صحيح. نعم، لن أقضي الصلاة. نعم، أحسنت. ذكر أهل العلم قال هذه امرأة صلت الفجر وجلست فحصل لها العذر الشرعي، ثم لما أيقظوها قالت لا يحق لي الصلاة ولا القضاء. واضح الجواب يا أخوان؟ طيب، السؤال الثالث: صلى صلاة فيها أربع تشهدات متوالية وليس فيها سهو. يا سلام عليكم، ما شاء الله تبارك، أكيد كل واحد منا قد فاته. طيب، السؤال الخامس: مصلي قادر على القيام، قال بعض أهل العلم ولو قام لأثم وبطلت صلاته، يجب عليه أن يصلي جالسا مع قدرته على القيام. يا أخوة، أنا مصلي قادر، يقول فقهاء، ما يقول في ما تقولون في مصلي، هكذا قال الفقهاء، مصل قادر على القيام، صلى فريضته جالسا ولو صلى قائما بطلت صلاته، يجب عليه الجلوس. يقولون فهم السؤال نصف الجواب: مصلي قادر على القيام، والقيام ركن، لكنه صلى يجب عليه أن يصلي جالسا ولو صلى قائما بطلت صلاته مع الإثم ويعيد الصلاة. نعم، أنت ما أسمعك والله. مصلي قادر على القيام ويجب عليه أن يجلس ولو صلى قائما بطلت صلاته وعادها. السؤال الخامس بيجاوب عنها اللي خذ الجوائز، إذا أخطأ نأخذ جائزة منهم حتى نعطيها آخرين. طيب، صحابية أبوها صحابي وأمها صحابية وزوجها صحابي وأخوها صحابي وأختها صحابية ولدها صحابي، ذلك فضل الله يهدي من يشاء. نعم، أسماء بنت أبي بكر، لماذا ما قلت عائشة؟ اللهم صل وسلم. سؤال آخر الآن، السؤال أصحاب الجوائز، أصحاب الجوائز الثلاثة لكم السؤال. سم، أنا ما شورتكم. أب وابنه وأم وابنتها تزوج الأب البنت وتزوج الابن الأم ورزق كل من الابن والأب ولد، فما قرابة الولدين، أو ماذا ينادي ابن الأب ابن ابن؟ أعيد: أب، أو نقول أب وولده، تزوج الأم وابنتها، الولد الأب المسن تزوج البنت والابن تزوج الأم، وأتى كل واحد ولد، فولد الشايب ولد الأب ماذا يقول ولد الابن والعكس؟ يا أخواني
اللي بيجاوب احسن. هذه ذكروها اعتقد في مباحث الرحم والفرائض. شوف يا شيخنا، ابن الشايب أصبح أخو، واضح؟ فيكون عم ابن الابن، صح ولا لا؟ وابن الشاب ابن الابن وش يقول؟ يكون أخو مرت الشاب فيكون خاله، فيقول أنت عمي وأنا خالك، واضح؟ السؤال الأخير، من هو؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: جند من جنود الله، ضعيف الخلقة، عجيب التركيب، فيه خلق سبع حيوانات، فيه خلق سبع حيوانات. إذا رأيت يا أخواني اللي جاوب يرفع يده قبل جاوب حتى نكون في مجلس. إذا رأيت عساكره قد أقبلت، وأبصرت جندا، وأبصرت ذلك الأمر، فهو أو لا يحصي عدده إلا الله عز وجل. من؟ من اللي جاب الأول؟ أنت ولا جارك؟ جزاك الله خير. خلاص، الجراد. هذه يا اخوان طروحاتنا من انفع الاشياء لتوحيد المجلس. اذا كنت في مجلس مثلا فطرحت سؤالا، اولا تحفظ المجلس من اللغو والقيل والقال، وتستفيد انت اجرا، ويستفيد الحاضرون ايضا مدارسه واجرا. اليوم اطلت عليكم وصدوركم تشفع لي، ومعذره مره اخرى من الاطاله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربما يكون المجلس القادم من هذا النمط فقط. رعاكم الله. جزاك الله.